العاصمة مدريد مناصر لريال مدريد يعمل في جريدة آس الإسبانية وهو أغوستين مارتين الإعلامي في الجريدة الشهيرة الواسعة الانتشار في إسبانيا. أغوستين مارتين أهلا وسهلا بك. أولا أغوستين كونغراتولاتسيوني بير لا غرانديسيما فيتوريا ريال مدريد. Thank you, Agustin. شكرا جزيلا لك. Gracias, muchas gracias. Agustin, possiamo dire che questa vittoria del Real Madrid è una vittoria tattica di Carlo Ancelotti. هل نستطيع القول بأنه فوز الريال اليوم أمام برشلونة في البداية وأول مؤشر مهم جدا هو فوز تكتيكي لكتيبة كارلو أنشيلوتي لأنشيلوتي مع مدرب اسمه تشافي إرنانديز؟ أغوستين possiamo dire che questa vittoria è una vittoria tattica per Carlo Ancelotti? Yeah, yeah. The plan, the idea, the first idea for Ancelotti was cross and Tchouameni very near Modric, more free between him and Benzema. And Valverde is on the right side, but he's always moving around. الفكرة التي خرج بها كارلو أنشيلوتي هو التدوير بين هذا الثلاثي مودريتش فالفيردي وبنزيما. Xavi was wrong because he أخطأ تشافي. Gavi was on the bench until the second half. Also Pedri was very very ¿cómo puedo decir? Was very lost in the singing of بيدري لم يكن جيدا وتاه فوق أرضية الميدان. Doesn't go to him. It was more Frankie De Jong. It was more Busquets. It was a very very bad day for Busquets. And I think the idea of Ancelotti was press. فكرة أنشيلوتي كانت واضحة هي الضغط على لاعبي خط وسط ريال مدريد الذين كانوا تائهين فوق أرضية الميدان. لقد خرجوا من المواجهة كليا. وأخطأ تشافي بإقحام بعض الأسماء على حساب أخرى. يقول أغوستين مارتين أغوستين ريماني كونوي نيلو ستوديو شروق نيوز كريم.